دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم لليندا عشان تعرفنا على آخر أخبار الطقس، العملات وأسعار الذهب كمان. ليندا صباح الخير عليك. صباح الخير جمانة، صباح الخير شازلي. صباح الخير عليك ليندا، كل طيب وانت طيب يا شازلي. الحقيقه جوانا الجو طبعا حر شديد الحراره، الصبح بالليل هيكون معتدل الحراره، ولكن الاجواء نوعا ما مشابهه للايام اللي فاتت، في بعض الارتفاعات في اماكن زي جنوب سيناء والسواحل الشماليه، ولكنه ارتفاع طفيف قوي يعني بحوالي درجه، فمش محسوس قوي. ما يقلقناش قوي. لا لا خالص. الحمد لله القاهره امبارح سجلت 36، النهارده كمان بتسجل 36 في نفس الحمد لله. اتفضلي لي. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، والبدايه هتكون مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.96 والشراء سجل 18.88. اليورو البيع سجل 19.20 والشراء سجل 19.11. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.97 اما الشراء فسجل 22.87. الفرنك السويسري البيع سجل 19.70 والشراء سجل 19.61. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.81 اما الشراء فسجل 2.79. الريال السعودي البيع سجل 5.05 والشراء سجل 5 جنيه وقرشين. الدينار الكويتي البيع سجل 61.79 اما الشراء فسجل 61.45. واخيرا الدرهم الاماراتي البيع سجل 5.16 والشراء سجل 5.14. أما بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 853 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 995 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1137 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 7960 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهارده في استقرار في الأحوال الجوية على كل الأنحاء، والطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي كمان شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء. وخلال ساعات النهار هيكون في ارتفاع في نسب الرطوبة، وده هيخلي الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من المتوقع بدرجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 32. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.